السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، تكونوا دوزتوا العيد ديالكم في أحسن الأحوال، وسمحوا لي على الغياب، وشكرا كل من سول فيا لله يخطيكم عليا. ما نطولش عليكم، اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة لتحضير الدجاج بطريقة مميزة، نتمنى تعجبكم وشكرا على المشاهدة. عندي هنا دجاجة نقسمها غير صدر، عصير حامضة، جوج فصوص ديال الثوم، نصف ملعقة صغيرة ديال القرفة، ملعقة صغيرة ديال الهريسة معجونة، ملعقة كبيرة ديال القزبر يابس، الملح حسب الذوق، خرقوم، ملعقة كبيرة سكنجبير. نبدأ بسم الله، نثقب الدجاج مزيان بحال هكا باش ندخل فيه التسبيلة. غندير التوابل اللي عندي كلهم هنا، ندخل الشرمولة ما بين الجلدة. غنغطيها بفيلم اليمونتير، غنخليها على الاقل ساعتين في الثلاجة تشرب هاد التوابل. بعد ما داز اكثر من ساعتين على الدجاج باش يتشرمل، عندي هنا صينية مفرشة ببابي سولفوريزي ودهنتها بشوية زيت البلدية، غنفرش فيها واحد حبة البصلة كبيرة، وغنستف فيها الدجاج ديالي. وغندخلو الفران مسخناه من قبل على درجة حرارة 200 مدة 30 دقيقة تقريبا حتى يطيب على خاطرو، ونغطيه قبل ما نغطيه ببابيي سولفوريزي. من بعد ما خرجت الدجاج ديالي من الفرن كيجي على هذا الشكل، عملت المقلة فوق النار، غندير فيها العسل، تقريبا نصف كأس ديال العسل، ونعمل ملعقة كبيرة عامرة ديال الموطارد، ونحركهم حتى ينسجموا مزيان. ونص علقة ما عامراش ديال قرفة. هاد الصلصة ممكن تستعملوا معاها صوص سوجا، صلصة السوجا، ولكن انا كيف ما سبقت وقلت لكم ما كيعجبنيش نستعملها. من بعد ما غلى الخليط ديالنا، كنضيف ليه جوج معالق كبار تقريبا ديال الزنجلان، كنحرك
وكنضيف الدجاج ديالي على هذا الشكل. كنديه وكنجيبو فهاد لاصوص مزيان، يتشحر مزيان في هاد لاصوص وياخد اللون ديال الذهبي ديال العسل. غندوز نحضر معاكم واحد السلطه بسيطه ولكن كتعجبني انا، كتجي لذيذه، ديال البطاطس. السلطه اللي قلت لكم ديال البطاطس، عندي هنا البطاطس مسلوقه معاها معلقه صغيره ديال الكمون، حبات ديال طوماط سوريز، كورنيشون مقطع رقيق، ربيع مقطع رقيق، معلقه صغيره ديال الموتارد، بصله مشلضه رقيقه، الملح حسب الذوق، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وملعقه كبيره ديال الحامض معصور. غنخلط هاد العناصر كاملين. صدقوني هاد السلطه كتجي لذيذه بهاد المكونات اللي فيها. وهذا هو الدجاج ديالي من بعد ما وجد، كيجي لذيذ ومختلف. قدمته على هاد الشكل مع سلطه البطاطس اللي شاركت معكم، واللوبيا والباربا والخيار. نتمنى تجربوا هاد الطريقه في تحضير الدجاج، اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.